السلام عليكم. في فيديو اليوم سنتكلم عن تأشيرة إيسلندا التي تعد من بين أهم وأسهل التأشيرات التي يمكنك الحصول عليها من الجزائر ومن الدول العربية بكل سهولة. فإن كنتم مهتمين أرجو فقط أن تبقوا معنا حتى نهاية الفيديو، وأن لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لدعمنا والمشاركة معنا في القناة كي لا تضيعوا كل جديدنا. إذن إن كنت مهتم بالسفر والهجرة والدخول هذا البلد، فالدخول إليه لا يستوجب أخذ موعد لدفع ملف طلب التأشيرة، فهذا شيء رائع. فمثلا للجزائريين مكان الدفع فهو VFS Global في بن عكنون في الجزائر العاصمة، وسأترك لكم العنوان الكامل والصحيح في صندوق وصف هذا الفيديو. فيمكنك إن تحققت الشروط التوجه إلى هذا العنوان وتدفع بملفك الكامل، ومدة رد تكون ما بين 15 إلى 30 يوم فقط، فهي ليست بمدة طويلة جدا. أما فيما يخص ملف الطلب فتكون عموما كباقي طلبات فيزا الشنغن، وطبعا كل واحد حسب الفئة التي ينتمي إليها، موظف أو تاجر، طالب أو حتى بدون عمل أي عاطل عن العمل. فقط في هذه الحالة يجب أن يكون على نفقة أحد آخر كالوالدين مثلا. فلو أخذنا على سبيل المثال فقط الموظف، فالموظف يجب أن يكون في ملفه ما يلي: صورة الصفحة الأولى لجواز السفر مع صورة التأشيرات الأولى التي كانت عندك من قبل إن وجدت، صورتان شخصيتان حديثتان مع خلفية بيضاء، شهادة ميلاد، شهادة عمل، كشف راتب لثلاثة أشهر الأخيرة، شهادة انتساب إلى الضمان الاجتماعي لافيلياسيون، وكذلك كشف الحساب البريدي لستة أشهر الأخيرة رولفي بوستال، وكذلك كشف الحساب البنكي بالأورو لثلاثة أشهر الأخيرة رولفي بونكير أونورو. أي لفيزة الشنغن يجب أن يتوفر لديك الاثنين معا، البريدي بالدينار والبنكي بالأورو، وأيضا تأمين السفر، حجز تذكرة ذهاب وعودة، وحجز فندقي مؤكد أو بدون، فهما مقبولان عادي. وبعد ذلك ستدفع تكاليف دراسة الملف والتي هي ليست قابلة للاستيراد، والتي تقدر بثمانون أورو، ويكون الدفع عن طريق فيزا كارت، أي يجب أن تدفعها أنت إن كانت عندك بطاقة فيزا كارت، أو سيقوم أي شخص عنده هذه البطاقة بدفعها لك ويعطيك وصل الدفع وتضيفه إلى الملف الذي ستقوم بدفعه. وهذا كل ملف إيسلندا للموظف، ونسبة القبول عالية جدا إلى هذا البلد مقارنة بباقي الدول الأخرى. فأنا شخصيا أشجعكم للدفع إلى هذا البلد، وأتمنى لكم حظ موفق. هذه كانت كل معلوماتنا لفيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد أعجبكم وأفادكم ولو بالقليل. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة. إلى فيديو جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.